مشاهدي قناة الحدث الريادي، سلام الله عليكم. موعد وتوقيت قنوة ناقلة لمباراة جيرونا ضد فريق أتلتيكو مدريد في الدور الإسباني لليغا الجولة 19. بالإضافة سنقدم لكم في الفيديو إن شاء الله ترتيب الدور الإسباني بعد مرور 18 جولة من السباق. إذن ابقوا معنا سنوافيكم بالتفاصيل إن شاء الله. بالنسبة لآخر 5 نتائج الفريقين، نبدأ بفريق أتلتيكو مدريد. في آخر 5 نتائج الفريق هناك 3 انتصارات، هزيمة واحدة وتعادل واحد. بالنسبة لفريق جيرونا في آخر 5 مواجهات الفريق، حيث عرفت هناك 4 انتصارات مقابل تعادل واحد. مباراة قوية منتظرة في الدور الإسباني لليغا في الجولة 19 بين جيرونا وأتلتيكو مدريد. الآن غادي نتحولوا آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين، فريق جيرونا ضد فريق أتلتيكو مدريد، حيث تمكن فريق أتلتيكو مدريد بالفوز في 3 مباريات كانت في الدوري الإسباني، حيث فاز في الدوري الإسباني على فريق جيرونا بإصابة واحدة لصفر، وتمكن أيضا في الدوري الإسباني بالفوز على جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد، وفي الدوري الإسباني أيضا فاز أتلتيكو مدريد بإصابتين لصفر. وبالنسبة لآخر 5 مواجهات الفريقان عرفت تعادلين كان في كأس الملك الإسباني. في مباراة قوية منتظرة بين جيرونا صاحب الصدارة يلتقي مع فريق أتلتيكو مدريد كله طموح للفوز باللقب الإسباني لهذا الموسم. أن نتحول إلى الترتيب، الفريقان بعد مرور 18 مباراة. نبدأ بفريق جيرونا صاحب الصدارة. فريق جيرونا يحتل المركز الثاني وراء ريال مدريد وبنفس الرصيد 45 نقطة ب 18 جولة. فريق أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث 38 نقطة. بالنسبة لمعلومات إضافية، المباراة تلعب على استاد بلدية مونتيليفي. المباراة تندرج في الدوري الإسباني لليغا الجولة 19. مباراة القمة، مباراة التشويق والإثارة، هي التي تجرى في الجولة 19 من الدوري الإسباني بين صاحب الصدارة رفقة ريال مدريد فريق جيرونا ضد فريق أتلتيكو مدريد صاحب الصف الثالث. موعد وتوقيت مباراة جيرونا ضد فريق أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء الثالث من يناير 2024، انطلاقا من الساعة 9:30 توقيت المغربي والتونسي والجزائري، وعلى الساعة 10:30 توقيت المصري، والحادية 10:30 بالتوقيت السعودي. أما بالنسبة لاحتمال الفوز بين الفريقان فيبقى التكافؤ في كل شيء. هناك 37% فوز فريق جيرونا و 36% فوز فريق أتلتيكو مدريد مقابل 27% تعادل الفريقان. مباراة قوية منتظرة في الدوري الإسباني لليغا الجولة 19 بين صاحب الصدارة فريق جيرونا ضد فريق أتلتيكو مدريد. بالنسبة لأبرز غيابات فريق أتلتيكو مدريد عن المباراة، هناك 3 لاعبين، بابلو باريوس وسط الفريق يحمي الرقم 24، وأيضا هناك غياب لاعب توماس ليمار وسط الفريق يحمي الرقم 11، بالإضافة إلى كاجلار
سيونكو أيضا إصابة غير معروفة. كانت هذه أبرز غيابات أتلتيكو مدريد. الآن قد نتحولوا إلى فريق جيرونا، حيث أبرز غيابات فريق جيرونا ضد فريق أتلتيكو مدريد. هناك يانخيل هيريرا وسط الفريق يحمل الرقم 21، وهناك اللاعب أونيفيا أيضا وسط الفريق يحمل رقم 19، بالإضافة إلى غارسيا لوبيز مهاجم الفريق إصابة غير معروفة. إذن كانت هذه أبرز غيابات أتلتيكو مدريد وأيضا أبرز غيابات فريق جيرونا عن مباراة الدوري الإسباني لليغا الجولة 19. الآن غادي نمشي ونتعرفوا على ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 18 جولة من السباق. صاحب الصف الأول ريال مدريد 45 نقطة، جيرونا في الصف الثاني 45 نقطة أيضا، أتلتيكو مدريد ثالثا 38 نقطة، رابعا برشلونة 38 نقطة، خامسا أتلتيكو بلباو 35 نقطة، ريال سوسيداد في المركز السادس 31 نقطة، مركز سابع ريال بيتيس 28 نقطة، خيطافي 26 نقطة في المركز الثامن، لاس بالماس 25 نقطة في المركز التاسع، 23 نقطة فريق فالنسيا في المركز العاشر، ب20 نقطة رايو فايكانو في المركز الحادي عشر، وفي الرتبة الثانية عشر فريق أوساسونا 19 نقطة. في المركز الثالث عشر فياريال 19 نقطة، ريال مايوركا 18 نقطة في المركز الرابع عشر، في المركز الخامس عشر إشبيليا 16 نقطة، بنفس الرصيد 16 نقطة ديبورتيفو ألافيس في المركز السادس عشر، قادش 15 نقطة في المركز السابع عشر، في المركز الثامن عشر سيلتا فيغو 13 نقطة، غرناطة في المركز التاسع عشر 8 نقاط، وأخيرا ألميريا 5 نقاط في الرتبة الأخيرة الرتبة 20. إذن شاهدنا في هذا الفيديو جميع تفاصيل مباراة جيرونا ضد فريق أتلتيكو مدريد، بما ذلك أبرز الغيابات أيضا، وتعرفنا أيضا على ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 18 جولة. شكرا على المشاهدة، لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك في قناة الحدث الريادي. شكرا لكم. قبل أن تذهب صلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.